المقصود بتسجيل العلاقات الفكية في سياق صناعة الأجهزة الكاملة؟ كيف يتم تحديد وضع اتجاه الفك العلوي أو الأورنتيشن أوف ذا ماكسيلا بالنسبة للجمجمة أو للقحف؟ ما هو القوس الوجهي بنوعين سواء الأربيتري أو الكينيماتيك؟ أيهما الأفضل؟ أجزاء القوس الوجهي، التعرف على الفيسبوك، ما هي أنواع الفيسبوك أو القوس الوجهي؟ أيضا حنحكي عن الأجزاء الفيسبوك وأيضا كيفية عملية نقل القوس الوجهي أو الفيسبوك لتحديد اتجاه الفك العلوي اللي مهم جدا الحقيقة لحتى نستكمل فيما بعد إجراءاتنا في تسجيل العلاقة سواء العمودية أو الأفقية للفك السفلي بالنسبة للفك العلوي. هاي هي إن شاء الله النقاط اللي نحن أخذها في محاضرة اليوم، فخلونا نبدأ. بداية أود الإشارة على وسائل التواصل الاجتماعي بسرني تلقي أي استفسار أو اقتراح منكم، أتمنى أيضا تحفزوني على الاستمرار في تقديم المحاضرات على القناة ومتابعة في هذه السلاسل التعليمية في طب الأسنان من خلال دعمكم باللايك أو الاشتراك والمشاركة والتعليق. نحن بالنسبة للماكسيلومانديبولار ريليشنشيب ريكوردز أو تسجيل العلاقات الفكية تتضمن الحقيقة ثلاث نقاط. الأمر الأول هو الأورينتيشن ريليشنز اللي بدأني فيه تسجيل الاتجاه، بمعنى أنه نحن الفك العلوي علاقته مع الجمجمة قد تكون أفقية، قد تكون مائلة للأسفل مائلة للأعلى، فضروري جدا تسجيل هذا الأورينتيشن بالنسبة للكرانيوم لأنه يتبع إله الفك السفلي وبالتالي الأوكلوجن والتضديد الأسنان في سياق صناعة الأجهزة الكاملة. العلاقة الثانية اللي أيضا مهمة جدا هي vertical relation، وأعني بها المسافة اللي أو الارتفاعات اللي راح يتنضد عليها الأسنان اللي بتحدد العلاقة العمودية بين الفك العلوي والسفلي أو ما يدعى بالبعد العمودي، لحتى المريض يقدر يتكلم من دون ما يصير في عندي أي اصطدام بين أسنانه، يقدر يبتسم بحيث يظهر من أسنانه ما يجب أن يظهر ونحصل على المسافة الاسترخائية في وضع الاسترخاء. العلاقة الثالثة أو النقطة الثالثة هي الهوريزونتال ريليشنز، وأنا بها تسجيل العلاقات الأفقية. هون مهم جدا أنه نسجل سواء العلاقة المركزية سنتريك ريليشن اللي هي الكيفية اللي بيعض فيها الفك السفلي على الفك العلوي، وأيضا الإكسنتريك ريليشنز سواء الحركة التقدمية أو الحركات الجانبية لحتى نعمل بالانس أوكلوجن، لحتى نعمل استباق متناغم متوازن ما يحصل في أي تماسات مبكرة تؤدي إلى قلقلة الجهاز أو تحركه أو إلى تقرحات للميوكوزا يلي ترتكز عليها هاي دينجرز. فإذا العلاقة الأولى اللي راح ندرسها في محاضرة اليوم هي الأورينتيشن ريليشنز، علاقة الفك العلوي بالنسبة للجمجمة، وهي الحقيقة بتحدد لي الميلان أو اتجاه الفك العلوي بالنسبة للجمجمة. الفك العلوي قد مثل ما قلت قد يكون اتجاهه مائل للأسفل، طب مائل بدرجة كم؟ أو هو للأعلى أو هو أفقي؟ مثل ما أنا شايفين الفك العلوي قد يكون بهذا الشكل، قد يكون بهذا المستوى، قد يكون بهذا المستوى. فالعلاقة لما نحن بنعمل التنضيد لنحصل على الأوكلوجن حنلاحظ أنه بيتأثر الحقيقة علاقة الفك السفلي وميلانه ومستوى الإطباق من خلال اتجاه الفك العلوي. فلذلك نحن مهم جدا أنه نسجل هذه العلاقة سواء لما بنعمل تركيبات بشكل واسع ثابتة أو حتى من خلال التوبيك اللي عم نحكي عنه اللي هو الكمبليت دينشرز. من خلال هذا التسجيل نحن مو بس بنحصل على علاقة الفك العلوي بالنسبة لقاعدة الجمجمة أو القحف، لا نحن بنكون عم نسجل ميلان أو الأورينتيشن للفك العلوي والتزوي تبعه بالنسبة للمستويات الثلاثة اللي بنعرفها الأفقي والساجيتال والعمودي. الحقيقة نحن بحاجة لحتى نقدر نحدد اتجاه الفك العلوي بالنسبة للجمجمة بحاجة لنقطتين خلفيتين بيرتكزوا على أو إلهم علاقة مع قاعدة الجمجمة، ونقطة أمامية إلى علاقة مع الفك العلوي. بهذه الطريقة ممكن الحقيقة أنه نحن نعيد تسجيل الأورينتيشن للمكسيلا بالنسبة للكرانيوم. الأداة اللي نحن بنستخدمها لتسجيل العلاقة اللي بتتضمن هاي النقاط اللي نحن بنحتاجها تدعى بالفيسبوك أو القوس الوجهي. هلأ الفيسبوك أو القوس الوجهي مثل ما أنا شايفين هو عبارة عن أداة بتنقلي اتجاه الفك العلوي بالنسبة للكرانيوم، بنقدر من خلاله أنه نحن نقله للأرتيكوليتور يلي بالتالي بنقدر من خلاله نبني تسجيلات الفكية المختلفة، نعمل تنضيد أسنان ملائم وبالتالي نحصل على أجهزة كاملة ناجحة. الفيسبوك له نوعين، النوع الأول هو الأربيتري فيسبوك أو القوس الوجهي، فينا نقول الاعتباطي يلي الحقيقة بيحدد مركز دوران اللقم تقريبيا، وعندنا الكينيماتيك أو القوس الوجهي الحركي يلي أيضا يدعى بالتمفصلي أو الهينج فيسبوك. وهنا نحن نعمد للتسجيل
أو لتحديد مركز دوران اللقم تقريبا بشكل دقيق. بالنسبة للأربيتري فيسبو راح نشوف في عنا نوعين إلو، نوع بيدعى بالإيربيس فيسبو اللي بيعتمد ضوضه على الأذنين، ونوع آخر بيدعى بالفيشيال فيسبو. بالنسبة للإيربيس فيسبو أو القوس الوجهي الأذني، هون نحن عم نحكي عن أنواع كتيرة موجودة في الماركت، مثل مطبق السبرينغ هاناو، مثل مطبق جيسي، مثل مطبق ويميكس، مثل مطبق دينار تويرل وغيرهم. هون بيستخدم علامات تشريحية لتقدير وضع محور الانتقال الأفقي على الوجه، فلذلك نحن قلنا أنه هون يعتبر هو اعتباطي أو تقريبي. هذا الفيسبوك تقريبا هو الأكثر استخداما للأجهزة الكاملة، أكثر ملائمة لنا في صناعة الأجهزة الكاملة، وحقيقة أكثر تفضيلا. بالإيربيس فيسبوك بتكون النقطة المرجعية هي مجرى السمع الظاهر نفسه، بدلا من مركز دوران اللقم اللي نحن نعرفه. فهذا الفرق البسيط 5 ميلي يعتبر في الكومبليت دينشرز خطا اصغر، يعني ليس بذي قيمه، لانه ببساطه هذا الاختلاف البسيط ممكن تعديله عند تسليم الجهاز لما نحن بنعمل فحص الاطباق، وحنشوف كمان اثناء تسليم الاجهزه نحكي عن فحص الاطباق وكيفيه اجراء التعديلات الاطباقيه. اما بالفيشيال تايب، فبنعتمد بالفيشيال تايب على نقطه مرجعيه بتكون تقريبا 13 مليمتر الى الامام من مركز قمحه الاذن، فبنشوف مركز قمحه الاذن بناخذ نقطه الى الامام منه تقريبا 13 مليمتر، فتقريبا احنا بنكون عم ناخذ نقطه عند مركز الدوران بالضبط. وطبعا النقطه هاي بتكون واقعه على خط ممتد بين قمحه الاذن مثل ما قلنا امام 13 مليمتر، ومساير للخط اللي بيروح لعند الكانتوس اوف ذا للافتر كانتوس اوف ذا اي او لزاويه العين الخارجيه. وبدنا ننتبه نحن انه لما بدنا نحط اير بيس فيسبو على المطبق، فبدنا نحطه في موقع مجرى السمع الظاهر، يعني الى الخلف من مركز دوران اللقم. بدنا ننتبه دائما لهذا الامر حتى يكون شغلنا دقيق. اما في الفيشيال تايب فما في مشكله انه نحن كونه حددنا مركز اللقم تقريبا بشكل دقيق، فبنحط القوس الوجهي بحيث يتطابق مع مركز محور اللقم على الارتكوليتور. طبعا مثل ما قلت نحن موجود عندنا كتير انواع بالسوق النمط الاربيتري الايربيس فيسبو. بالنسبه لهاناو فيسبو طبعا هو الاكثر استخداما، حنحكي عنه بشكل مفصل لاحقا لما نحكي عن الهاناو ارتكوليتور، وحنحكي هلا ان شاء الله عن طريقه نقل القوس الوجهي من خلاله. طبعا بالنسبه لهناو في انه انواع ايضا كينيماتيك، عنده ايضا فيشيال تايب، فهو لا يقتصر فقط على الايربيس فيسبو، لكن انا وضعته بسبب انه كثره استخدامه. بالنسبه للدينار كمان بنلاحظ انه في عندهم مثل الكترونيك ديفايس في الانتيريور بيعطيني بالضبط اذا نحن حاطين الفيسبو بطريقه موازيه للمستوى الافقي بشكل صحيح. ايضا بالنسبه لسواء حتى ويبميكس او دينار فيسبو حنشوف انه البوستيريور ريفرنس بوينت بتكون مثل ما قلنا الاكسترنال اوديتوري ميتوس، يعني مجرى السمع الظاهر، اما الانتيريور ريفرنس بوينت النقطه المرجعيه الاماميه بتكون تقريبا 43 ملم الى الاعلى من الحافه القاطعه على الثنايا بالنسبه للمرضى بشكل عام اللي عندهم اسنان. اما بالنسبه للايدينشلس بيشنت الناس اللي ما عندهم اسنان مثل مع الكومبليت دينشرز، فبناخذ نقطه مرجعيه هي 43 ملم الى الاعلى من الحافه السفليه من الشفه العلويه في وضع الاسترخاء في وضع الراحه. النوع الثاني من انواع الفيسبو هو الكينيماتيك فيسبو، هذا القوس الوجهي الحركي هو عباره عن فيسبو او قوس بنهايات قابله للتعديل تستخدم لتحديد محور الدوران اللقمي بدقه. هو الحقيقه مفضل لما بنعمل نحن عمليه اعاده تاهيل كامل الفك حالات الرهاب، ولازم نستخدم معه articulators fully adjustable كاملة التعديل، هنحكي فيما بعد إن شاء الله عن articulators. بيعتمد إذن على تحديد مركز محور دوران اللقم بدقة عبر صفائح تسجيل. الصفائح هي بتكون موصولة مع الفورك مع شوكة القوس الوجهي، ومنطلب من المريض أنه يسكر فمه ويفتحه تقريبا ضمن مجال 12 مليمتر. السبب انه ناخذ 12 مليمتر انه الفتح بعد هاي المسافه رح يسبب انتقال الفك وليس دورانه، فنحن بهم انه نحن ناخذ العلاقه اثناء الحركه الدورانيه من دون اي حركه انزلاقيه. بيتم تحديد بالتالي نقطه مركز دوران لانه حنلاحظ انه هي الوحيده اللي بتدور
أما الباقي فبيتحرك حركة انسحابية، حركة انزلاقية. عموما هذا النوع من الفيسبول لا يستخدم مع الكومبليت دينجرز. بالنسبة لأجزاء القوس الوجهي، نحن حنشوف أن القوس الوجهي بيتكون من إطار، الإطار هذا اللي هو بيكون بشكل حرف U، بيمتد من مفصل لآخر تقريبا، يكون في عندي مسافة 2-3 ملم إلى الأمام من الوجه. عندنا أيضا الكرات اللقمية، يكونوا تنتين معدنيتين على الأغلب بنهاية الطرفي الإطار، ومن خلال هاي الكريات بنقدر نوضع الفيسبوك على مركز دوران اللقام، وممكن الحقيقة ضبطها وممكن قفلها وتعديلها. حنشوف من خلال تقدم في المحاضرة، من خلال أيضا فيديو، طريقة أخذ وعملية نقل القوس الوجهي وطريقة ضبط هاي الكريات اللقمية. عندنا أيضا الشوكة، شوكة القوس الوجهي أو الفيسبوك فورك، يلي يكون لها شكل يو، بتلتصق على السطح الإطباقي مثل ما احنا شايفين، بتندخل في الشمع عندما يتم تسجيل اتجاه الفك، وبتندخل خلال ثقب موجود في المركب الرابع اللي هو ادوات القفل، وممكن من خلالها ايضا نحن بعد ما نثبتها انه نقفل الوضع الشوكه هي على الفيسبوك. ويدعى هذا الاطار الحقيقه بنسميه نحن بالاطار المعدني، بتثبت فيه شوكه القوس الوجهي، بنسميه بالستيم. الستيم هذا ضمن اللوكنات بيتم قفل البايت فورك هي على الارتفاع الشمعي. بالنسبة للاك نوت أو أدوات القفل بشكل عام، رح نشوف أنه عندنا 3 أقفال، مشبك القفل تبع شوكة القوس الوجهي اللي حكيت عنه، وعندنا مشبك تبع الدبوس الحجاجي اللي نحن بنحدد فيه النقطة الأمامية. طبعا تختلف الطرق حسب الفيسبول، لكن بنفس طريقة الفورك على الواكس بايت نحن بناخده على نقطة معينة ومنثبت فيه. وعندنا أيضا البراغي القفل تبع الكريات اللقمية اللي نحن بنثبتها بعد ما نحدد محور دوران اللقم. عندنا أيضا الدبوس نفسه اللي يستخدم في تعليم نقطة التعليم الأمامية، مثل ما قلنا نحن بالفيسبول لازم يكون في عندنا نقطة تعليم أمامية ونقطتين خلفيتين. بالنسبة لاستطوابات القوس الوجهي، إمتى بنستخدمه؟ الحقيقة بنستخدمه مع الكومبليت دينشرز، خصوصا لما بكون نحن بدنا نعمل بالانس أوكلوجن، وهذا الأمر دائما محبذ مع الكومبليت دينشرز، أو لما بيكون عندي الفيرتيكال دايمينشن نحن بدنا نعمل فيه أي تغييرات، فلابد من أنه نحن بهالحالة نحدد اتجاه الفك العلوي مشان نبني إطباق سليم، لأن الفك السفلي يتبع الفك العلوي اللي بيدوره يتبع قاعدة الجمجمة أو القحف. بهذا الشكل تنتهي محاضرة اليوم، أتمنى أن المحاضرة كانت مفيدة، لا تنسوا دعمي من خلال اللايك والتعليقات، نلتقي في المحاضرة القادمة نستكمل في سلسلة صناعة الأجهزة المتحركة الكاملة، لنحكي عن تسجيل البعد العمودي، خطوة تحديد البعد العمودي ضمن خطوات تسجيل العلاقة بين الفك العلوي والفك السفلي، خطوة مهمة جدا إن شاء الله نناقشها في المحاضرة القادمة. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.